اهلا بيكم، شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، شكرا جزيلا، يا سلام، الف شكر، الف شكر، شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. اجمل حاجه بجد فيكي مش عينيكي، مش خدودك، مش شفايفك، مش رموشك، ولا شعرك ولا عودك. اجمل حاجه بجد فيكي اني بفرح لما اشوفك، اني برتاح في وجودك. قطر الموده كم مره عدى، كذا مره عدى على روحي قبلك، عمره ما هدى ولا جاب وده الا لما قلبي قبلك. انت كنت طوق نجاتي، انت رجعتيلي ذاتي، انت حببتيني فيا، ايوه حببتيني فيا وفي حياتي يا حياتي. الزجل الجميل ده، الزجل الجميل ده، زجل عم صلاح عبد الله، الفنان الممثل الكبير عم صلاح عبد الله. كتب الزجل ده عجب علي الحجار، المطرب الكبير علي الحجار، قال انا هعملها اغنيه تتعمل فورا، اغنيه رايقه وراقيه مع المعاني الحلوه دي، تنزل اغنيه من غناء علي الحجار واشعار صلاح عبد الله. أجمل حاجة بجد فيكي مش عينيكي مش خدودك، أجمل حاجة بجد فيكي مش عينيكي ومش خدودك، مش شفايفك مش رموشك ولا شعرك ولا عودك. أجمل حاجة بجد فيكي إني بفرح لما أشوفك، إني برتاح في وجودك. كم مرة عدى، كذا مرة عدى على روحي قبلك، عمره ما هدى ولا جاب ودى إلا لما قلبي قبلك. قطر المودة كم مرة عدى، كذا مرة عدى على روحي قبلك، عمره ما هدى ولا جاب ودى إلا لما قلبي قبلك. انت كنت طوق نجاتي، انت رجعتيني ذاتي، انت حببتيني فيا، ايوه حببتيني فيا وفي حياتي يا حياتي. اجمل حاجه بجد فيكي مش عينيكي ومش خدودك، اجمل حاجه بجد فيكي مش عينيكي مش خدودك، مش شفايفك مش رموشك ولا شعرك ولا عودك. أجمل حاجة بجد فيكي إني بفرح لما أشوفك، إني برتاح في وجودك. أجمل حاجة بجد فيكي مش عينيكي مش خدودك، مش شفايفك مش رموشك ولا شعرك ولا عودك. أجمل حاجة بجد فيكي إني بفرح في وجودك، بفرح في وجودهم الاتنين، عمنا الممثل القدير والشاعر صلاح عبد الله والمطرب الكبير جدا علي الحجار. ده كتير عليا يا رب، ده كتير عليا. انتوا عاملين ماتش مع بعض؟ ايه ده فعلا؟ الصديقين عم صلاح عبد الله والنجم علي الحجار. ايه الجمال ده؟ عمر. شكرا.
شوية اتفضلي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ كل سنة وانتم طيبين والف مبروك على الاغنية دي. طيبة دايما. الله يبارك فيك. منورين. ما احلى جمهورك والله. اه والله يا رب. شاكرين يا جماعة. انتوا عاملين ستايلنج مع بعض ولا صدفة؟ ما صدفة والله. اه انا قعدت يعني علي ممكن يلبس نفس يلبس الجاكيت على قميصه وحضرتك ممكن تلبس قميص علي الحجارة على بدلتك. ابو ليه بس اديني التيشيرت ده ازاي البيضة دي هيقلعها ازاي؟ وانا فديك الساعة اما البس حبيبي. بجد فيكي مش عينيكي ومش خدودي. انت كنت شاهد على كم قصة حب لعلي الحجار؟ قلبه بقى قلبه. ايوه قال لي انا قلبي زغرطت همومه. الهموم بتزغرط يا مولى. تحس ان هو ايه طول الوقت بيعملها لما يجيله مزاج. قرب هنا تعال هنا قرب هنا هنا تعال هنا. وبعد شويه كده قال لي دي مراتي. فقلت له طب ما انا يعني طب من اول مره تقول انا خفت تكون مش مراته. وبقول لك ايه مش عايز هوا نبتدي ولا انت. وبقول لك ايه مش عايز هوا نبتدي ولا انت. قلت له يا علي انت اكبر مني ولا ايه؟ قال لي انا اكبر منك. كنت فاكر يعني عشان بيقولوا لك يا عم صلاح انك اكبر واحد في الدنيا كلها. ولما تتلاقى الوشوش مرتين بيتلاقوا شيوم اللقاء التاني. اللي هو ايه انا مستني اللحظة سلمت بوست. يلا صوتك جميل بيك عسل يا عين يا ليه حصل. صوتك جميل بيك عسل يا عين يا لبس البدلة هموت يا ابوك هموت. رجلي هتنشف. لحظة واحدة هنا لنا وقفة. كان يستاهل يترفض ولا لا؟ كويس ان هو لسه حي. مبسوطين وعيوننا كلها مبسوطين. عشان رقل هو رقل يعني شافي ويعجب على عيال العيال جريوا. يا نهار ابيض انت رزعت في الارض طبعا رزعه جامده. انا اتكسرت قالوا علينا ديابه واحنا يا ناس غلابه. قالوا علينا ديابه واحنا يا ناس غلابه. يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني حكايتنا عرب. بس هو المسلسل ده نقلة عظيمة في حياتي. احمد طول عمره بيغير مني على فكرة عشان هو بيحب يغني. ايوه بقى. يعني يتهيألي لو هو كان ركز في كتابة الاغنية كان عمل اغاني كتيرة جدا حلوة. قال لي يعني انت ترضى يعني مطرب يطلع يغني يقول تابوت ونعش وكده؟ دي كده هتبقى جنازة. بس دلوقتي يا وعدك يا فخر الوعد راح يبقى في الصدر فين. وعدك يا فخر الوعد انا كنت في ازمه كبيره جدا وكنت اترفدت من النقابات. مين فينا دلوقتي كان يعرف الحدوته دي؟ انما كلنا نعرف علي الحجار. انا مش حبيع الصدق بالاكاذيب ولا اقولش للحمل الوادي يا ديب ولا اقولش للديب يا اعز حبيب. انا ما كملتش الالحان بتاعت مجنون ليلى. امال هما بيعرضوها ازاي؟ يا خبر حكايه بقى تانية خالص انا ما كنتش اعرفها يا استاذ صلاح. لا انا هقول لك المسرحيه ما خلصوهاش. خلصوهاش ومكسوفين من الوزير الثقافه ووزير الاعلام ورئيس الوزراء
فقال لك احنا هنعمل حيله انه يعني الممثل غاب انما هم اصلا مش مخلصين المسرحيه. شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، انا اللي بالامر المحال اغتوى. شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، طلت ما طلتوش ايه انا يهمني، وليه مدام بالنشوى قلبي ارتوى. عجبي صدقيني حبنا الصامت ده هو اسمى حب في الوجود. انا صامد وانت صامدة، بس هنفضل صامدين لامتى؟ بحبك يا عم صلاح. بحبك يا عم صلاح. اجمل حاجه فيكي مش هنيجي، ابتدت من الفكره منين ولا اتقابلتوا ازاي ولا مين اخد ايه من التاني؟ انا لقيته نشرها على صفحته على صفحته في فيسبوك وموجوده يعني بتتنشر كتير ويعني وانت كنت قايلها كمان بصوتك مش كده؟ قلتها في برامج وبعدين عملوها اسمها ايه دي؟ جرافيكس كده انيميشن دي او جرافيك انيميشن انيميشن فقلت له صلاح هو طبعا كان كاتب المقطع الاولاني بس قلت له صلاح انا عايز اغني الكلام ده، فضحك وافتكرني يعني بهرج، قلت له لا والله بجد انا نفسي اغني الاغنيه دي. فقال لي ده هي كده بس. فروحت مكلم شادي مؤنس. شادي مغني اصلا وملحن وموزع وكده. فقلت له يا شادي في كذا وانا عايزك تلحن المقطع ده، يمكن نقدر نغري صلاح عبد الله بانه يكتب بقيه الاغنيه. يعني هو لحد دلوقتي زي ما بيقولوا مش واخدك سيريسلي، مش واخدك بجديه. فراح شادي تاني يوم على طول مسمعني المقطع ده في التليفون، فروحت عامل لهم ميعاد الاثنين. لا كان عزم في مجموعه اصحابنا كده، علي بيحب يعزمنا دايما ما شاء الله عليه، كريم علي كريم. قعد اول مره اشوف شادي علي فاجئني بقى. مسك العود. انا عندي عيدان في البيت كذا عود. المهم مسك العود وسمعه اللحن المذهب. صلاح اتبسط جدا طبعا ويعني خلاص بقى اتشجع، عرف ان دي ممكن تبقى اغنيه لو كملت. فنان فنان بجد والله. بس يعني لا مغنواتي بس بيكسل انما هو والله لو حد سابه ينطلق لا يقطع عليكم كلكم، اللي بيكتبوا واللي بيغنوا صدقني انا عارفه. وكمل بس الاغنيه بس فاقتنع. فتقريبا تاني او ثالث يوم كان طبعا خدوا تليفونات بعض وانا بقى مشيت بره الحكايه، وبدأوا يكلموا بعض صلاح يكتب وشادي. طبعا العلاقة المؤلف والملحن ببعض ممكن يفضلوا يغيروا مع بعض لغاية ما وصلوا للشكل النهائي للأغنية. طب ما تقولها لنا كده يا عم صلاح. أجمل حاجة بجد فيكي مش عينيكي، مش عينيكي ومش خدودك ولا صغرك ولا شعرك ولا عودك. أجمل حاجة بجد فيكي إني بفرح لما أشوفك، إني برتاح في وجودك يا حبيبي. أنا حبيتها زيادة. أنا حبيت الأغنية أكتر. قبل ما الفنان الكبير علي الحجار يسمعها لنا، سؤال نميس مشروع. الكلام ده كان لمين يا عم صلاح؟ الكلام ده كان لمين؟ هتصدقي ولا؟ هتصدق ان شاء الله. ده الإفيه بتاعه ان شاء الله. انا كنت بكتب حاجات كده، كان بقعد بكتب بقى في السياسه وبتاع وكده، وناس تدخل تعجبني وناس تدخل تمدحني وناس تشتمني، والخناقه الحركات اياها المعروفه في السوشيال ميديا دي. فايه احب اكتب حاجه بعيد عن الجو ده. فكنت بقى عامل مجموعة كده باسم بعيد عن السياسة وأعرفها لوحدة كنت أعرفها. حلو العنوان. بعيد عن السياسة وأعرفها
لوحدة مرة أقول بقى كنت أعرفها ومرة أقول لوحدة نفسي أعرفها. ده أنت بتغلوش. لا يعني ده دي حركة تمويه. لا مش سهل. دي حركة تمويه. حركة سهلة. طب ودي بقى كنت تعرفها ولا كان نفسك تعرفها؟ لا لوحدة نفسي أعرفها. كملت في واحدة زي ست حقيقية، شخصية حقيقية كده؟ أنا بنتي الكبيرة دنيا قمر قمر دنيا الصحفية يعني والإذاعية الشطورة المحتاجة الجميلة. فكرتك قالت لي يا بابا أنا يا ريت تقول إنك أنت كتبها لي. ينفع كده دنيا؟ آه والله راجل يقول مكنوناته من الماضي. بعد ما سمعت بقى عالي وهو بيغني بس مش دي الحقيقة. رجعت انا مش قادر اكذب بقى لاني ما انا كتبتها اصلي في مواقع التواصل وبتاع وقلتها في برامج وكده فكان ايه بتاع ايه ففعلا ايه واحده كان نفسي اعرفها بصراحه. شادي مؤنس اول ما بعتها لي بقى عشان يسخنني يعني لا فوجئت الدخله بتاعتها والبتاع وكده وحاجه جديده بقى ناعمه اللي هي ينفع يترقص عليها كمان سلو يعني سلو اللي هو ايه كده تبقى حالة جميلة يعني تناسب الكلام قوي 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 ورايقة وجميلة وهتبقى أحلى لما يغنيها لنا علي الحجار دلوقتي. يلا طبعاً. وإحنا هنغني معاك بالراحة. بجد فيكي مش عينيكي ومش خدودك أجمل حاجة بجد فيكي مش عينيكي ومش خدودك مش شفايفك مش رموشك ولا شعرك ولا عودك أجمل حاجة بجد فيكي إني بفرح لما أشوفك إني برتاح تاني يا مولا. ما ده ما كانش موجود. ايوه
قال لي كتبت اجاوب بقى كتبت طبعا الله انا اللي سالك السؤال. بصي انا في الاواخر بقى ايه يعني احنا الحياه بتاخدنا من بعض وترجعنا لبعض. فالتقيت بمدام هدى اللي هي زوجة شفتها قريب من كام يوم استاذ علي الحاج قمر لا وبعدين بسلم عليه وبعدين في سيده انيقه وجميله واقفه جنبه فسلمت عليها بكياسه وبعد شويه كده قال لي دي مراتي. فقلت له طب ما انا يعني طب من اول مره تقول انا خفت تكون مش مراته فقلت اقبل قوي يعني واخده فكره وحشه عني انا انا ما اعرفش وجدت بس وانا واخد فكره وحشه. كان زمان يا استاذ كان زمان والله بص كان زمان انا ايه عاشرت علي وهو اخلاقه وحشه يعني من بدايه الثمانينات يعني 83 83 شوف لغايه ما يمكن 82 نرجع تاني او 82 واخده بالك. فلا هي بامانه تستحق بقى الكوبليه التاني اللي انا كتبته لان غيرت كتير جدا جدا. انا عايز اقول ولا لا إيه؟ معاك انا خايف اكون داخل محل لا يعني ان الحسنات تساوي. طب هو استاذ علي صريح في الجزئيه دي وبيحكي يعني انه كان ماشي ورا قلبه فتره كبيره من حياته وبعد كده الى ان استقر يعني استقرار عظيم. هو المره دي اللي مشيت ورا قلبي. طب انا عايز اسال عم صلاح بعيدا عن الزيجات لاستاذ علي الحجار انت كنت شاهد على كم قصه حب لعلي الحجار؟ يا ساتر خلي بالك الحلقه دي وحشه جدا. المواد اللي هو الكوبليه الثاني ما كانش فيه كوبليه ثاني فلازم اعمل ثاني فعلا ده كنت بهديل لهدى قطر المواد ما انا علي بقى الحجاره كم مره قطر المواد كم مره عدى في سؤال على فكرة بس هي صعبة في التلحين قطر المواد كم مرة عدى على روحي كذا مرة عدى على روحي قبلي على روحي قبلي عمره ما هدى ولا جاب مودة إلا لما قلبي قبلك يعني زبطت الكفة مع أستاذ علي من 20 سنة بقى زبطت لا هدية جميل اسمها ايه شوفي شوفي هديه لهدى يعني هدى وهي والله العظيم ما هي هدى بجد يعني جايب اسمها كده رحيم المحبه انا كنت بايظ يعني والحقيقه انا والله ما كانش غرض ان انا اقتحم حياتك العاطفيه ابدا ولا 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 السجلات. انا الاغنيه بتاعتكم عاطفيه خلاص سيبكم الاغنيه العاطفيه دي نتكلم في ذئاب الجبل مثلا المسلسل اللي انت غنيت تترو وبقى من اجمل الاغاني واللي عم صلاح عبد الله كان يعني منور بافيهاته فيه انتوا الاغاني هي اللي بتسوق الحلقه
علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة كانوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني حكايتنا عرب ذئاب الجبل كان صورناه 93 مش كده؟ 93 مظبوط؟ اه 93 انا مش كنت في بدايتي لا عملت حاجات بس هو المسلسل ده نقلة عظيمة في حياتي بالذات الدراما التلفزيونية. لما جيت دلوقتي بسمعها انا بفتكر بقى بيحصل لي حالة اللي هي بفتكر انا في المسلسل ده في مشاهد كنت برقص فيها فعلا. ايوه برقص صعيدي وبغني لاحمد عبد العزيز وبتاع مش كده؟ ايوه ايوه. فعشان كده مع علي بيغنيها انا ببقى بنسى ان ده بقى صعب عليا صحيا دلوقتي يا حبيبي. ربنا يديك الصحه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الحمد لله. يحسب لك انك خليت عم صلاح يرقص لنا. والله فاجئني دلوقتي فاجئ حلوه قوي قوي. لا هو اصل لما يعني بيسخن معايا يقول لي ما تحجرش معايا. ده برضه افيه. ده على طول. هو اسمه الحجار. فلما بيحجر
شوف يا عمي انا رتبت لك كل حاجه، ما تعملش هم واصل شغله، هتشتغل معانا. وعايز شغل معاكم وين؟ في المينا. ولا هتشتغل معانا وين يعني؟ في الجامعه يا ما تقفلش معايا. امال ابسط يا عم، الونش النرجس دي اغلى ونش عند الحاج، اصل على اسم الغالي. روح يا حاج، ربنا يبارك لنا في عمرك، ربنا يعلم مراتبك ويوطي مراتب عدوين. لا حول ولا قوه الا بالله، ما ساعة القدر يعمل بصر يا ولدي. يعني هو انت كنت قاصد ولا كنت قاصد ولا كنت قاصد؟ امال اقول لك ايه؟ امال اذا كان العمال في المينا متلطع كيف الدبان، بتتنشق على الشغل بتشمشم عليه، واحنا صاحب الشغل عم بيرمح ورانا رمح واحنا بنتعززه. غلطة كبيرة قوي يا صاحبي، وكانت عتكلفك كتير قوي. انا سابق وقلت لك خلي بالك زين، مالنا احنا ومال المشاكل بقى يا راجل؟ ده احنا بنقول يا حيط دارينا دارينا يا حيط، تقوم انت تحدف نفسك على الجسم حتف. طب لو هو مش هيكلم كان يسخر لك اولاد الحلال جديه ليه؟ لا واولاد الحرام كماني. بقى دبيكي دبيكي يعمل معاك كده؟ دبيكي ده واد عمي وانا خبره زين، ريت كيف رتب ربك عشان تقابله ويرمي محبتك في قلبه، وهو اللي زي عزرائيل والعياذ بالله ما يعرفش غير قبض الارواح. طب بلاش دي، ما رماش محبتك في قلب الحاج حسين وهو عنده بدل الراجل مية عم بيشتغله وبيورد عليه من قبلي ومن بحري؟ ايش عجب انت يا اخي؟ ما تقفلش معايا بقال. بقى انا اللي ما بقراش خابر، وانت اللي بتقرا ما خابرش. اصلا مش بالعلام يا اخي يسيبك انت. النور نور، ما تقفلش معايا ما. وبالتالي ياتي السؤال، عرفتوا بعض ازاي يا عم صلاح ونجمنا الكبير على الحجار؟ يعني اتقابلتوا ازاي؟ الله ينور عليك، ده احنا قعدنا نتناقش والله. احنا ايه اللي جمعنا؟ علي بقى نبهني الحاجه، ان علي في الوقت ده وهو بقى اللي يتكلم عنه كان بيمر بحاله نفسيه صعبه شويه، مش كده؟ صعبه قوي. احنا ما كنتش اعرف ده في الثمانينات؟ 82. علي في الوقت ده نجم غير طبيعي، نجم فظيع. كنا انا ومنير والحلو وعمر فتحي الله يرحمه. كان عزوريني ده لوحده. بصي بيع 4 مليون نسخه اول سنه، مهرجانات الجامعه كلها كانش في مكان حد يطلع يغني. كل الطلبه كانوا بيغنوا عزوريني. انا مش عابر السبيل وعزوريني وداري العيون والحاجات دي. العيون وبتاعت ولما انت ناوي على السفر بتاعت بليغ حمدي. بليغ حمدي اللي قبليها واحبابنا من عشامهم رجعن لنا تاني اللي كان هيديها المدام ورده اصلا. لا اول واحده مش عابر سبيل، انا مش عابر سبيل لكن بعشق واخده بالك؟ فمكسر الدنيا. نجم احنا نكرات. احنا في الوقت ده اقسم بالله محدش يعرفنا ولا الهوى. حد في بدايته لازم ولا الهوى يعني فاهمه يعني الناس تعدي علينا واحنا قاعدين على البحر كده. كان في اسكندريه على الحجار بقى البدايه يعني. كان لسه بقى كاميرات البتاع، فالمصور يجي بالكاميرا في مصورين كده كانوا يمشوا في المناطق على امل يبقى في فنان معروف ولا حاجه. هي قهوه توني في اسكندريه دي كانت مشهوره ان الفنان يخلصوا مسرح في الصيف ويروحوا يتقابلوا هناك يقعدوا هناك. بدأنا نقعد جت بصدفه مش كده يا عيني؟ ايوه صدفه. كنت انا واحمد ادم تقريبا، وحتى علي فكرني ان احمد كان موجود. كان احمد موجود. احمد طول عمره بيغير مني على فكره عشان هو بيحب يغني. ايوه بيتضايق مني. ايه حديث الذكريات اللي يعني بيحب يغني. كان عايز يبقى مطر فعلا. دي معرفة بالصدفه. لا الكوميديان احمد ادم كان في قصر الثقافه في اسكندريه، كان اصلا متجه لحته ان هو يعني يغني. لا انا بقول لك فيه والله انا ما اعرفش المعلومه دي. بس هو احمد يبقى احكيها لك بقى، دي فيها قصص تموت. هو يحكيها ياكدها ينفيها، احنا ما نعرفش ينفيها ليه وانا بقول تهمه عليه ولا ما انا ما عرفت. احمد بيغني كويس يعني. لا هو بيغني اداء الدرامي على غني حاجه بس ما كناش عارفين انه كان نفسه يبقى. وانا زيك والله ما اعرفش بيلحل حاجات ونقعد نغنيها ايام الفقر بقى. واحنا عشان كان هو بيمسك الايقاع دايما ازاي بقى؟ مخده. انا مخده ملك المخده، عازف المخده الاول. صح، يمسك المخده ويطبل عليها ومع اللحن ويلحن عازف على المخده. الشعر بس علي زي ما تقول ايه
احنا مصدقنا قاعدين مع علي الحجار. بكلمك جد والله. فعايزين ننال رضاه واعجابه فنقول حاجات تضحك. يجنني بتضحك. ونقول انا بدات اقول له حاجات خواطر كده انا بكتبها او بتاع حاجات كده. علي انبهر بينا واخده الحقيقه. اي بس انا هقولها انا قاعده عظيمه انا متاكده انه قاعده معاه صلاح عبد الله مع احمد ادم والنبي لما الواحد يبقى باله مش رايق لازم يروق مع الاتنين دول. يعني هم عملوا فيك انا كنت في ازمه كبيره جدا وكنت اترفدت من النقابات انا انا في ثلاث نقابات التشكيليه والتمثيليه والموسيقيه فلانه انا خريج فنون جميله عندي كارنيه نقابه التشكيليين وعملت كارنيه المهنة التمثيلية قبل ما اعمل كارنيه نقابة المهنة الموسيقية وبعدين بقى يعني المفروض ان انا يعني اقدر اذا اترفدت من الحتة دي اشتغل في دي اترفدت فاترفدت من الثلاثة. ليه كنت عملت ايه؟ كنت عملت ايه؟ كان في ازمة حصلت في بداية ما الازمة سياسية يعني؟ هم اعتبروها كده يعني كان قرروا ان هم ما يعملوش احتفالات عسكرية لان السنة اللي قبلها اغتيال الرئيس السادات قرار عادي جدا فقرروا ان هم يعملوا الاحتفالات باكتوبر بانهم يعملوا احتفالات فنيه فعملوا مسرحيه مجنون ليلى اخراج الاستاذ عادل هاشم الله يرحمه وكانت مدام سميحه ايوب هي مديره المسرح القومي والموضوع هيطلع من المسرح القومي وعملنا بروفات كتير قرب الثلاث شهور يعني من قبلها بنحضر وكده وحصل انه بدا يحصل صلح على الدول العربيه بعد مقاطعتهم لينا من معاهده كامب ديفيد طبعا معاهده السلام اللي كانت مع الجوله الشهيره اللي عملها الرئيس الاسبق مبارك مع الدول العربيه واعاده العلاقات بعد قطع وقرروا انه اللي يتعزم في الحفله دي وزراء الثقافه والاعلام من الدول العربيه كلهم تبقى بدايه صلح فني يعني حلو والمسرحيه اتفتحت قبل انا ما اوصل بساعه ونص مثلا يعني انت اتاخرت يا استاذ علي لا انا رحت في الميعاد اللي انا عارف ان هو ده مظبوط رحت هو ما بيمضي عليه رحت 8 ونص لا يعني حضرتك كنت عارف انه بكره هيبقوا وزراء الاعلام والثقافه في العالم العربي حاضرين عارفين كل حاجه بس انا الوحيد اللي من بره اعضاء المسرح القومي كل الممثلين اللي في العرض اعضاء في يعني ممثلين في المسرح القومي فالمهم اتفتحت الستاره الساعه 7 حاجه كده ومفيش موبايلات بقى حد يقول لك يا استاذ علي انت لا كانش في الكلام كانش في الكلام ده ولغايه ما قالوا ها هو قيس قد اتى راحت اتقفلت الستاره ثاني بعد ثواني وراح طالع الاستاذ محمود عزمي الممثل الشهير اللي هو يعني كان مدير المسرح مسرح الجمهورية وقتها اللي بنعرض فيه العرض وقال بنعتذر عن اننا نكمل المسرحية لان بطل العرض علي الحجار ما جاش وفي نص ساعة بقى النقابات موجودين والوزير وبيمضوا رفدي من النقابات ايه رأيك يا استاذ صلاح كان قبل اي تحقيق لحظة واحدة هنا لنا وقفة كان يستاهل يترفض ولا لا كويس انه لسه حي لسه مفيش اي تحقيق حصل ولا اي حاجه داخل البركن العربيه قدام مسرح الجمهوريه لقيت كان في المجاميع اللي في المسرحيه من شباب الجامعات لقيت مجموعه منهم جايين يقولوا لي امشي يا استاذ علي بسرعه امشي قلت لهم ليه كان جنبي محمد بتولي الله يرحمه الف رحمه ميتو فقلت لهم ليه قالوا لا ده في كارثه جوه ومشكله وفتحنا وقفلنا بسبب ان انت اتاخرت والحاجات دي في فضيحه انا اسفه يعني لما يبقى كل وزراء الإعلام والثقافة ورئيس وزراء مصر وكل حاجة يعني. ورئيس الوزراء كان موجود أيوة لغاية هنا شكلي أنا اللي وحش مش جدا هطلع بالعربية تاني فمحمد متولي قال لي أقف أنت بتعمل كده ليه تعال ننزل نشوف في إيه فروحنا نازلين قابلتني في وشي مدام نعم الباز ومهم يعني خدوني على بنوار فوق كده قالوا لي ايه الحكاية مش عارف ايه قلت لهم ايه انا معرفش اصلا ميعاد الفتح وانا جاي في الميعاد اللي بفتح فيه اي مسرحية قبل كده قالوا لي ده في كارثة ده مش عارف ايه وقنوات كتير عمالة بتصور
والدنيا متبهدله يا قلبي. وخرجت لمده 27 يوم بيتكتب عني في كل الجرايد المصريه والمجلات كلام اوحش كلام في الدنيا، واحاول اقابل الوزير، احاول اقابل رؤساء تحرير الجرايد والمجلات، مفيش حد عايز يقابلني ولا حد عايز يسمع مني، لغايه ما جه عصام السيد مخرج المسرحيه اللي بعملها دلوقتي. ايوه اللي هي مش روميو وجولييت. مش روميو وجولييت. فالمهم عصام السيد قال لي في راجل طيب بيشتغل معانا في مسرحيه ثلاثي اضواء المسرح، اهلا يا دكتور. والراجل ده بيعرف ربنا وليه في في الطالع والحاجات دي، وكل ما بيقرا حاجه عنك مكتوبه يقول لي يا عصام، هو معاهم بقى كل يوم في المسرح، يا عصام انا حاسس ان الراجل ده مظلوم، انا عايز اقابله. فدلوقتي هو مصر ان هو يشوفك. فقلت له عصام انا في ايه ولا في ايه؟ المهم وافقت في الاخر انه اي اشياء اتعلق بيها يعني لو هتجيب نتيجه. قلت له اوكي انا موافق. سالني على اسم امي وراح قال له، ورجع قال لي تعالى هو عايز خلاص يقابلك، وخدني رحنا له الله يرحمه عم صبري عبد الفتاح في المعادي الجديده في بيت صغير جدا. ودخلت قعدت معاه، بعد ما قعدت معاه وشربني قهوه وانا ما بشربش قهوه خالص، وشاف الفنجان وقال حاجات شويه وقال حاسبكم شويه وادخل اشتغل. دخل هو يشتغل ايه بقى؟ ما هو بيسمي الحكايه دي انه يشتغل. دخل اوضته يعني الخاصه وطلع قال لي بكره هتتحل المشكله دي. انا عمال اسمعه وخلاص، يعني ايه بكره بعد كل قربنا على شهر كل حاجه متقفله في وشي. فقال لي بص انا شفت راجل طول بعرض كده اسمر هيبعت يجيبك بكره الظهر. لغايه كده ما حدش يصدق اي حاجه. وهم هيكلموك وبكره بالليل هيجيبوا لك ورقه مزوره هم كاتبينها ان انت مضيت على ميعاد الافتتاح بتاع المسرحيه. كل ده انا سامع عم صبري وخلاص يعني وروحت. ويومها نمت. صحيت الساعه 11 11 ونص الصبح على تليفون، كان التليفون الارضي جرسه عظيم يعني. صحيت الو انا مدير مكتب وزير الثقافه، في ميعاد النهارده مع الوزير الساعه 1. رحت قايم منطور من السرير بركاتك يا عم صبري. رحت قايم جري، كان قال وانا قبل ما امشي اداني ورقه فيها تحصين كده اقراه وارقام ونجوم، قال لي تكتبها بقلم احمر، قلم فلوماستر او اي قلم احمر على ايدك اليمين في الحته دي نجمه شباك حاجات يعني زي نقشتها رينج تون نجمه شباك. ايوه ايوه والله معاك، خلينا في الرعب اللي احنا فيه ده. فعلا حصل كده. وبعدين والتحصين بيقول والذين إذا قال لهم الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقرأ 7 مرات وبعدين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أنا أحصنت نفسي بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، حيطانه سلام قولا من رب رحيم، أنا الأسد سهمي نفذ منه المدد، لا أبالي من أحد بفضل، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لي تقراهم كده الآيتين الأولين كل واحدة 7 مرات وقل هو الله أحد 3 مرات واكتب ده وإن شاء الله هتتحل المشكلة بكرة. وأنا ماشي من عنده واخد الورقة وناقشتها وعملت كل الحاجات دي، وأنا يعني خلاص الأمل عمال بيجي بقى بعد ما مدير مكتب الوزير بيكلمني يقول لي في معاد. رحت فعلا واحدة الا ربع ولا حاجة، فضلت قاعد في عربيتي لغاية ما يعني بقت مثلا واحدة الا 10 حتى يمكن واحدة الا ربع. طلعت قعدوني في ريسبشن كده في وزارة الثقافة اللي هي في الزمالك دي. الباب اتفتح وقالوا لي اتفضل. لقيت الوزير بعيد، هو لما بروح دلوقتي قريب المكتب قريب. كأني عايش حلم او كابوس. وفضلت ماشي كانه المشوار ده يعني حاجه سلو موشن كده. ف شويه ولقيته بيقول لي هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انا طول الليل صوت بيصحيني بيقول لي انت ظالم علي الحجار هاته. لا 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 والله وحياه القران المجيد.
ايه بقى الحكايه؟ فقلت له الحكايه زي ما حصل، انا ما اعرفش. قال لي انت ليه رحت متاخر؟ قلت له انا رايح في الميعاد اللي اشتغلت فيه مسرح قبل كده، انا رايح 9 الا ثلث او 8:30 و5. قال لي على انك هتفتح المسرحيه امتى؟ قلت له يا 9 يا 9 وثلث، لان في ثلث ساعه كمان قبلي وانا ما عنديش لا مكياج ولا ملابس. قال لي امال زمايلك اللي راحوا من الساعه 6 ومن الساعه 5؟ قلت له ما اعرفش. قال لي طب انا تحت ايدي ورقه جايه لي من ممثلين المسرح القومي كلهم ماضيين عليها، ان هم كانوا بيمضوا كل يوم على ميعاد البروفات لكنهم ما جالهمش لا شفاهة ولا كتابة ميعاد العرض اللي يخليهم يروحوا بدري. قلت له ما اعرفش، يمكن عشان اعضاء في المسرح القومي، او يمكن اتقال على ميعاد العرض وانا مثلا بقيس الجلابيه او لان انا قست الجلابيه يوم الجنرال. فقال لي لا بص يا ابني ده طب لو كنت رحت بدري وعرضت معاهم يعني كانت المسرحيه تنجح؟ قلت له ما اعرفش، احنا المسرحيه 3 فصول، ما نعرفش حاجه عن الفصل الثالث اصلا، ونص الفصل الثاني ما كناش كملناه. وبليغ حمدي قال لهم ما تسلموش، انا ما كملتش الالحان بتاعت مجنون ليلى. امال هما بيعرضوها ازاي؟ يا خبر، حكايه بقى تانية خالص انا ما كنتش اعرفها يا استاذ صلاح. لا انا هقول لك المسرحيه ما خلصوهاش، ومكسوفين من الوزير الثقافه وزير الاعلام ورئيس الوزراء، فقال لك احنا هنعمل حيله انه يعني الممثل غبي، انما هم اصلا مش مخلصين المسرحيه. الفصل الثالث ما نعرفش حاجه عنه، الفصل الثاني ما كملناهوش، ده ظلمه كبيره. بليغ حمدي ما خلصش الاغاني والموسيقى التصويريه وقال لهم يعني ما كانش ينفع تتعرض اصلا. طبعا وبيداروا طبعا وكل شويه يقول لهم اجلوا، انا اما اخلص ابقى اقول لكم. انت عمال تحكي بقى لوزير الثقافه؟ حكيت له كده فقال لي هعمل تحقيق هنا من مستشارين قانونيين وتيجي وهجيب ممثلين المسرح القومي كلهم، ومدام سميحة أيوب واللي انت قلته لي ده تقوله. فرقبتك ولا رقبتهم كده بالظبط؟ وضحكت قلت له رقبتي طبعا. قال لي طيب اللي انا بقوله لك ده هيحصل فعلا. ما فيش اسبوع عدى عمل 4 مستشارين دولة في اجتماع كبير جوه وزارة الثقافة على ترابيزة كبيرة، وجم كل الممثلين، وانا خبر براءتي اتنشر في حتة قد كده في كعب جورنال الجمهورية. شفت بقى ايه الحدوته الملعبكه دي؟ بس خلي بالك من الجمله. فانا رايح اقابل صلاح عبد الله بقى، يعني رايح اسكندريه افك نفسي شويه لانه لسه برضو ما ظهرش ان انا هعرف اشتغل فين، فرايح رايح وخلاص يعني. بس في جمله، انا اسف يا حبيبي، لا يا حبيبي، في اخر كلام علي دي مهمه جدا جدا وخطيره يا منى. الاتهام ملى الدنيا كلها. ايوه أيوة. البراءة خبر قد ايه؟ خبر صغير جدا من غير صورة لي، يعني ما يدينه كل الناس عرفته، طلع بريء. بس في حاجة تانية كمان يا عم صلاح، انه مهما كان الظلم فادح، لما بيبقى الانسان على أرضية صلبة سواء من الصدق او من الموهبة او من الإخلاص، كل ده بيبقى حاجة زيلة. مين فينا دلوقتي كان يعرف الحدوتة دي؟ انما كلنا نعرف علي الحجار. الحدوته دي مفيش حد يعرفها غير اللي بيسمعها دلوقتي منك. صح. فالاصل في الاشياء انه لا يصح الا الصحيح، مهما الله. مهما صح. مهما حاولوا. يعني عبر القصه كلها عبر. صمرا وبعيون كحيلة وجديدة دي للكحيلة.
حبك أخدني بين روحي وبقيتي روحي سلسال حنانك وعدني لاوي حزني وجروحي بحر الحياة مبعاك وأنا طوق نجاتي في إيديكي بحر الحياة مبعاك وأنا طوق نجاتي في إيديكي تعالي يميني تعالي وأنا أعيش معاكي وبيكي وبقولك إيه مش عايش هواني بتدي وبقولك إيه هواني بتدي ولا أنت لازم حتى لو انا قاعد في البيت وفي التلفزيون لازم اقول معاه تجيش نعيش دي ايوه اصلها بصي تجيش نعيش حلوه حلوه قوي قوي يا عم سيد حجاب ده كانت ده انا ما كنتش موافق ان الاغنيه دي تتحط في الالبوم لا والله ده ايه ده وخناقات وحاجات زي كده لقيت بقى كل سيد حجاب وياسر اصل فيها سمرة وعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة قعدت اسال سيد يعني ايه بقى وجديله دي للكحيله الضفيره والكحيله اللي هي الحصانه اللي عينيها حلوه في الصعيد بيسموها كحيله فمذكرات تفسيريه بقى نكتبها مع الاغنيه فقال لي مهم الناس تسال برضو مش لازم لا ومهم ان الاغاني تستخدم مفردات كده حلوه وجميله ومتنوعه لا دي اغنيه ساعات الحاجات دي كمان بتساعد على البحث صح يعني انا عايز افهم عالي بيقول ايه فاهمه فاقعد اركز مره او اتنين وبقى ممكن ادخل بقى على محركات البحث دي واكتب احاول اوصل ده حلو صح ده صح حلو صح والالبوم ده على فكره يعني ليه حدوثه ثانيه كوميدي جدا لا احنا كنا زمان بنوزع الشرايط على كل الدول العربيه
ففي السودان كان في مشكله في تحويل الفلوس، فبعتوا لنا جمال، رحت انا والمنتج سوق الجمال في امبابه بعناهم وخدنا فلوسنا جمال. سوق الجمال؟ لا والله جمال. ايوه بعتوا لنا جمال. انت اخذت كم جمل؟ وقفنا بقى خدنا اللي هو مثلا كان هيجي لنا مثلا 2000 جنيه، خدناهم كم جمل وبعناهم واحنا واقفين. ورجعنا بفلوسنا. قرب جمل، قرب جمل، قرب جمل. دي سمرة ويعمك حيلة، ودي يا مصري ليه دنياك لخبيط، ودي طلعت أنش 92. طيب كلنا نعرف علي الحجار المطرب والممثل والملحن، كلنا نعرف عم صلاح عبد الله الممثل والشاعر والمطرب أيضا. أيوة أيوة ده هي. فلو هما الاثنين بكل جوانبهم الفنيه المتعدده تدبيسه جميله اتنافسوا مع بعض، يستحضروا بقى كلام واغاني، عايزين يالفوا اغنيه، هما احرار، بس المهم انه الكلمه اللي تطلع على الشاشه يجيبوا منها اغنيه ما قديمه او جديده. شباك او شبابيك، حدش يغشش. الحلوة داير شباكة، شجرت باكة وانا في البساتين. الحلوة دي شباكة، الله يحرس الله يحرس الله. ست الحلوة الحلوة. الكلمة اللي بعدها الشوق. الشوق 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 سهرني، الشوق الشوق سهرني، الشوق الشوق. ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق، الشوق الشوق حيرني. الله الله الله. طب النقطة دي بقى تروح لمين؟ لا 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 ده عم صلاح هو اللي اخترعت ان موقفك حرج يا استاذ علي. ليه؟ استاذ صلاح عبد الله بيهدد نجوميتك الغنائية. انا قلت لك انا مش سريع في الحاجات دي. ماليش فيها. اللي بعديها بص يا عم صلاح. فرح فرح فرحة فرحان. ايه مدام صفاء بشر ايه فرحة. اجمل فرحة سعدنا بيها. اوبا 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 سعدنا بيها. لا 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 سعدنا بيها. بيغن بيها بيغن بيها بعد العيد. غنوا معانا غنوا، قولوا معانا قولوا، غنوا معانا غنوا، قولوا معانا قولوا. يا رب افتح انت واطرح فيها البركة وزيد. يا العيد وكان العيد، يا العيد وكان العيد. ادخلوا معانا اجيب الشرافة. تحفة تحفة. يلا اللي بعده. عم صلاح ادائك عظيم، الله يبارك لك. شاطئ شط يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني، شطك ندهني والموج رماني. يا اسكندراني بحرين عيونك الله يصونك، شرقت منهم عطشت تاني. يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني.
الرياض المعجبان يا اسكندريه والحب تاني تاني على البحر الابيض المعجبان مدد يا مرسي 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 الحق لي كرسي عالشط واقعد سلطان زمان يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا مجنناني الله 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 يا استاذ علي استاذ علي اه مش يعني شويه هو يقول كلها ايوه الكلمه اللي بعدها ضحكتك ضحكتي ضحكتنا هو في حاجه اضحك لوجه الله وفردها يا اخينا كله حياه مصطفى قمر السنه اللي فاتت مصطفى قمر بتاعنا ايوه بتاعنا كلنا بتاعنا تحيه كبيره جدا للجميع مصطفى قمر القمر طبعا حازم المويفي اللي كان بص هو علي الحجار اخذ النقطه بس ده ما يمنعش انك تختار حاجه من الاثنين فيهم ضحكه يا اما علي الضحكايه للاستاذ هاني شاكر يا اما اضحك كركر للاستاذه ليلى مراد علي الضحكة يا علي مني وزمان أهلي يا مو الضحكة يا حكاية يا مو إيايا نظر وعزب الدنيا علي علي الحجار يلا قلب قلبي قلوب كتير قلوب طبعا قلبك في قلب الليل بقى يا ممكن؟ سلام ممكن. طبعا طبعا قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل في قلب الليل وبرد الخوف بتكتك سنان الخيل في قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل في قلب الليل وبرد الخوف بتكتك سنان الخيل وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط كازع وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط كازع في شجرة صمت
وانا بالصمت وبرد الليل وخوف الليل. الله. اخر واحده، اخر كلمه، يا اما هيبقى هتحقق التعادل ما بين النجمين، يا اما هتخلي استاذ علي الحجار يحكم على عم صلاح عبد الله. ماشي. او ما ينفعش انا احكم؟ مش لما تغلب. اغلب ازاي؟ ياسمين اهي ملعبك اهو. ملعب ياسمين. مش اشتغلت معاها فيلم ياسمين عبد العزيز حبيبتي؟ الدادا دودي. اشتغلت معاها كتير، الدادا دودي وقمر. قمر الجميله الثلاثة يحبونها. قمر. قمر. لا ياسمين حد مهم في حياتي كمان. ياسمين عبد العزيز. قمر ايه؟ ليه؟ احنا كنا يعني قريبين قوي، عملت بنتي كتير كذا مره. وكان يعني الثلاثه اشتغلوناها بنتي، ومش عارف جوازة ميلي او حاجه كده بنتي، وفي مسلسل مش عارف ايه برضو طالعه بنتي. وهي بتحبك قوي يا عم صلاح. هي بتحبك قوي كمان. حبيبتي يا سمير. يعني حسب معلوماتي هي بتحبك قوي. تحيه كبيره لحبيبه قلبنا ياسمين. طيب اغنيه بقى، اغنيه فيها ياسمين. يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا أفرح النهار. يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا تفرح النهار. يا عندنا قربنا، يا عندنا خدي وردة يا بي خدي فلالي. يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا قمر حنا. وردة على فل وياسمين، الله عليك يا قمر حنا. قرب هنا تعالينا، قرب هنا هنا تعالينا. خد وردة يا بي خد وفل يا بي. حلوة وإيقاعية وجميلة. دلوقتي أنا هسأل الفرقة الموسيقية مش الجمهور. دلوقتي إحنا وصلنا لحالة التعادل، نكتفي بهذا القدر ولا نجيب كلمة تبقى فيصل عشان في حد يتحكم عليه في الحلقة دي؟ كلمة كمان. الفرقة عندها حق. لازم كلمة كمان. أهي فرقتك أهي يا أستاذ علي. بات مغلوب ولا بات غالب. ماشي. آخر كلمة. أمر مرغم. بتغشش. انا اللي بالامر المحال اغتوى. يا قمر ليه؟ فين اللازمه؟ بيقول يا عم صلاح الست بقى. انا اللي بالامر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى. انا اللي بالامر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى. طلت ما طلتوش ايه انا جميل. صلاح جميل. صلاح جميل الجميل. احنا دلوقتي بعد النقط نعلن فوز الاستاذ الفنان النجم علي الحجار، ولازم يحكم على عم صلاح. احكم بقى. احكم يعني. اللي خاطر على بالي دلوقتي يا تقول لنا قصيده من القصايد اللي انت بتكتبها، يا تقول لنا نكته. حلو. اختار زي ما انت عايز. لا هقول لك حاجه. اهديها لمنى. معلش انا بقول لك منى كده يا عايز. حبيبي ده انا ليا الشرف. يعني من غير ما جاب منى. لا يا عم صلاح. انا بقول لعلي. عارف علي؟ ما يكلمنيش. انا بقول له يا استاذ. طبعا.
طبعا انا هو ضرايق عايز مع انه اصغر مني بست شهور. ايه ده؟ والله يعني انتوا اطفال تقريبا. ايوه هو عمل برنامج طلع فيه دايما اسمه عم صلاح فالناس اتهقلها انه كده. انا اكبر منه فعلا بست شهور. بس ست شهور بس بتقول له عم صلاح. بقول له يا استاذ. بيقول ليش اللي هو استاذ وانا مصر اقول له علي. او انا احب ادلع اصحاب علي يا علوه يا علولي على امل انه يبطل الاستاذ دي. مفيش فايده زي ما هو بيحرجني. انت انت استاذ انت قصد تحرجني. لا والله انت استاذ. عايز اقول لك يا استاذ يا نجم النجوم اقول. اصل هي بالمقامات مش بالسن يا حبيبي. يا حبيبي طبعا يا انا اكتشفت حكايه السن دي في عيد ميلاده. عيد ميلاده 65 بيعزمني. قال لي اقول لك انا نفسي انه نبقى صلاح. عارف ظروفك وبتاع بس انا نفسي تيجي عيد ميلادي. تروح عيد ميلادك كام؟ قال لي 65. وجبت قنوات تلفزيونيه وصحافه واصحابنا الممثلين والمطربين وكله. بس انت كنت اول مره 65. قلت له يا علي انت اكبر مني ولا ايه؟ قال لي انا اكبر منك. كنت فاكر يعني عشان بيقولوا لك عم صلاح انك اكبر واحد في الدنيا كلها اكبر واحد فينا يعني. لا فطلع علي هو علي اكبر مني بست اشهر. العظيم في علي بقى ما حدش بقى يقول سنه حتى الرجال على فكره وبالذات الفنانين. يعني ما بيحبوش يقولوا علي. على طول معترف. انا فخور باني قضيت حياه فيها فن طبعًا كويس طبعًا. قابلت فيها طبعًا بليغ حمدي وفؤاد حداد وسيد بكاوي والموجي وكمال الطويل والابنودي وعمار الطبيعي وعمر قايرت وياسر عبد الرحمن واحمد فؤاد نجم واحمد الحجار. يعني احمد الحجار وجمال بخيت وجمال بخيت وابراهيم يعني قابلت وصلاح عبد الله. وصلاح عبد الله يا علي اهم من كل دول العلم. فتاريخ في مليان حاجات حلوه قوي. صح. صح. يا رب دايما حاله الامتلاء والتحقق دي. وهقول هتغني لنا اغنيه بقى. هتقول لنا حاجه. كنت هبقى افكر بقى عليها تاني. قلت له زمان وقعد بقى ايه يدمرني ايامها. لا العفو بيه. بص يا منى انا بقيت مؤدب بقى لي 22 سنه. بص يا منى قول يا عم صلاح. بيني وبينك فركه كعب خطوة واحدة لكن صعب. صعب خط لوحدي وانتي قاعدة ساكتة وفي عينيكي نظرتيها شردة ثابتة. أنا صامت وانت صامتة مغرمين بالصمت ليه؟ طب سكوتنا ليه وامتى واحد فينا يبتدي؟ هبتدي من زمان وأنا نفسي أبدأ صدقيني. كنت خايف. أيوه كنت خايف تحرجيني. دلوقتي جاهز للمحاولة بس قبل وعلى الأقل نظرة واحدة مشجعة. شجعيني خرجيني من سكوتي. ربما كلمة بحبك لما تخرج من تابوتي فوق نعش صوتي جايز ده يحرك سكوتك تنطقيها. كلمة واحدة نفسي فيها ما تقوليها ما تقوليها وخلصيني. انطقيها وريحيني لسه برضو زي ما انتي وانا ايضا والسكوت. خايف جدا من المحاولة وانت برضو خايفة موت. صدقيني حبنا الصامت ده هو اسمى حب في الوجود. انا صامد وانت صامدة بس هنفضل صامدين لامتى. بحبك يا عم صلاح. بحبك يا عم صلاح. قدام الناس كلها اهو. بحبك يا عم صلاح. اهو يا عم صلاح. عارفه فرحك فينا وصوت مزيكا في قلبي وكأن ده حبيبين اتقابلوا بعد فراق. فرحك فينا وصوت مزيكا يعني يتهيألي لو هو كان ركز في كتابة الأغنية كان عمل أغاني كتيرة جدا حلوة. صوتك جميلة بيك عسل يا عيني يا ليل اللي حصل. صوتك جميلة بيك عسل يا عيني يا ليل اللي حصل. طول ما طول ما طول يا
الحلقه دي تكريم كبير للراجل الحلو هو ده. الله الحقيقه نجم النجوم ولولا وبيتعامل مع الفن كده ببساطه ولما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين نفس الوشوش دي بتبقى شيء تاني لما بقول ايه تابوتي على قلبي وفوق نعش صوت ده ايه المعنى ده المعنى حلو قوي قال لي يعني انت ترضى يعني مطرب يطلع يغني يقول تابوت ونعش وكده دي كده هتبقى جنازه بس دلوقتي يا رب انا في انتظار الصباح انا داويت الجراح وخلاص نسيت اللي راح ومن جديد حبه ودي مساله هو داخل خالي اللي هو ايه انا مستني اللحظه سلمته بوست يلا الخمسه جنيه يما لا حول الله وعدك يا فخر الوار راح يبقى في الصخر فين وعدك يا فخر الوار في الفرقه بيني وبين الناس سويه فشني رقل ورقل يعني شافي ويعجب على عيال العيال كريم يا نهار ابيض انت رزعت في الارض طبعا رزعه جامده انا اتكسرت اجمل حاجه بجد فيكي مش عينيكي ومش خدودك مش شفايفك مش رموشك ولا شعرك ولا عودك اجمل حاجه بجد فيكي اني بفرح لما اشوفك اني برتاح في وجودك